طب افترضنا انه فلان حرارته عليت، فلان مش عارف حصل له التهاب في الحلقه او حكه في الزور او مش عارف ايه والكلام ده، هو يعرف منين اذا كان ده برد ولا اوميكرون؟ هياخد انهي دواء؟ يعني في ناس بيقول لك ايه خد البروتوكول. اللي انا فهموه هو مفيش بروتوكول ثابت، يعني هي بتختلف ولازم الجا لدكتور، يعني بلاش الوصفات بتاعه تجربتي الشخصيه. انا هعرف منين اذا كان ده برد فاخد له دواء برد ولا ده لا قدر الله اوميكرون؟ ناس تقول اصله بيبان في البي سي ار، وناس تقول لا ما بيبانش في البي سي ار، ناس تقول لك اصله مش عارف اعمل اجسام مضاده، لا ما تعملش. يعني برضو انا هستخدم اللفظ بتاع احنا كلنا نفتي فيما لا نعلم. صحيح. والحقيقه المشكله ان اتجاهنا في الفتيه بعيد عن المصلحة الشخصية لينا حتى. يعني ايه؟ احنا شاغلين بالنا جدا هو بيبان في البي سي ار ولا مش في البي سي ار، مع انه في النهاية هي اسمها جائحة. يعني ايه جائحة؟ يعني تجتاح، يعني طالما. وبالتالي اسلوب التصرف في الجائحة يختلف عن اسلوب التصرف في الامراض المتوطنة مثلا. طب ليه سموها جائحة؟ عشان ليها بروتوكول تصرف مختلف. أولى بروتوكول التصرف المختلف في الجائحة إنك بتعتبر الأعراض المتشابهة مع الأعراض التي يسببها الفيروس اللي عمل الجائحة هي جائحة لحد ما يثبت العكس. حلو. يعني أنا النهاردة عندي أعراض تنفسية، التهاب في الحلق، ارتفاع درجة الحرارة. الحقيقة إنه بما إني في جائحة يبقى مقتضيات الجائحة بتقول الاحتراز ودرها وقاية، يبقى تتعامل مع هذه الإصابة على أنها من الجائحة حتى يثبت العكس، مش تتعامل معها على أنها برد حتى يثبت العكس. فده أول حاجة نعمل إيه؟ نتعامل على أنها إصابة حتى يثبت العكس. طب لما تعامل مع أنها إصابة هيعمل إيه؟ هعمل إيه؟ هعزل نفسي، ده نمرة واحد. ماشي. وثم هتعامل مع الأعراض. إذا كان في ارتفاع في درجة حرارة هاخد مخفضات حرارة، إذا كان في آلام في الحلق هاخد الأدوية التي تتعلق بآلام الحلق. طيب إمتى أبدأ أحس إنه أنا عندي مشكلة محتاجة إني لازم أروح المستشفى؟ وإحنا بندعو كل الناس عندما تظهر واحدة من هذه الأعراض إنه يتوجه للمستشفى. وليس صحيحا تماما ان احنا قلنا في وزاره الصحه في اي وقت من الاوقات ما حدش يروح المستشفى، على العكس. احنا بنقول لكل الناس اذا استمرت الحراره ولم تستجب لمخفضات الحراره توجه للمستشفى على طول. اي مستشفى قريب مني، اي مستشفى، سواء كانت مستشفياتنا في وزاره الصحه او المستشفيات الجامعيه، هناك عياده عزل وفرز في كل المستشفيات التابعة للصحة والمستشفيات الجامعية، مخصصة للكشف على الحالات المشتبه، اللي هي تقريبا الحالات اللي عندها أعراض تنفسية في الجائحة. طيب يبقى أول حاجة هو استمرار الحرارة وعدم استجابتها للمخفضات لفترة تزيد عن 72 ساعة. طب إيه الحاجة التانية اللي لازم تتوجه فيها المستشفى لو بدأت تستشعر بضيق في التنفس؟ النهاردة أغلب الناس عندها الجهاز اللي بيقيس في الصباع، ولكن إذا كان عندك ونزلت نسبة الأكسجين في الدم على 92، مش بقى نستنى لما تبقى سبعينات نزلت على 92؟ على 92 توجه إلى المستشفى فورا. إذا حسيت بصعوبة في التنفس توجه إلى المستشفى فورا. وبالتالي الأعراض اللي بنقول لك في جميع الأحوال، إحنا بندعو الناس إن هم عندما يصابوا يتواصلوا مع خدمة العزل المنزلي. احنا عندنا خدمة من خلال ارسال رسائل نصية، حضرتك اللي بتبعتها على رقم 1440 وبتكتب له عزل، هيجي لك على طول مجموعة من الأسئلة أجاوب. ثم هيتصل بيك حد من الفريق الطبي يقول لك، يتابع معاك. وفي نفس الوقت ابقى انا خلاص عرفت كوزارة الصحة ان انا النهاردة عندي في هذا المكان شخص مصاب بأعراض الكورونا او عنده الاعراض، وبالتالي بيبقى دائما في بؤره اهتمامي. بالاضافه الى انه من خلال كمان الرقم 105، يعني ده وسيله، من خلال الرقم 105 لو اخترت الاختيار ثلاثة ده هو استشاره احد الاساتذه او احد اساتذه كليه الطب،
خلال فترة زمنية بيتوقف على معدل الضغط، لكن احنا بنتكلم من 5 إلى 7 دقائق هيتصل بيك، ودي مكالمة مجانية، هيتصل بيك. يعني انا اتصل ب 105 واختار 3 105 واختار 3 استشارة احد اساتذة كلية الطب، هيك خلاص هتسجل الاختيار، من 5 لـ 7 دقائق هيتصل بيك حد من الاطباء في المستشفيات الجامعية ويبدأ يسألك على الحالة ويوجهك. فإحنا الحقيقة الدولة المصرية استخدمت كل ما تملك من إمكانات وسخرت التكنولوجيا لتوفير خدمة صحية ورعاية للمواطنين. حلو جدا. ويكفي جداً أن السيد الرئيس شخصيا ودولة رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة دي عندهم متابعة تكاد تكون لحظية لكل المستجدات، عشان نقدر في النهاية نحقق الأمان الصحي للمواطنين والمقيمين. احنا النهاردة بندي اللقاحات لكل من هو على الأراضي المصرية.